والآن متابعة الأخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخيرة إلى ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم يوسف والهام، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، الإسكندرية 27-16، مطروح 26-16، وبورسعيد 22-16. أما عن الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والسويس العظمى 28 درجة والصغرى 18، العريش 23-16، طابة 22-18، شرم الشيخ 30-20، والغردقة 31-20. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 19، أسوان 35-20، الوادي الجديد 34-18، شلاتين 30-20، وأخيرا حلايب العظمى 28 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.